مشروع تطوير ساحة تقسيم في مدينة اسطنبول التركية والذي كان وراء بداية حركة احتجاجية ضد الحكومة التركية قد يكون موضوع استفتاء بحسب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي التقى ممثلين عن المحتجين في أنقرة. ويقول نائب رئيس الوزراء حسين جيليك: أصوات الناس الذين يريدون أن يتكلموا ويعبروا عن مطالبهم وصلت إلى مسامعنا، قد توافقون وقد لا توافقون، ولكن تلك هي قواعد الديمقراطية. أما المتحدثة باسم منظم الاحتجاجات فتقول: نعتقد أن حديقة جيزي ينبغي أن تظل مثل ما هي كحديقة، وينبغي وضع حد لأعمال العنف وإجراء تحقيق بهدف تقديم المسؤولين أمام العدالة، ونأمل أن يتواصل الحوار بعد انتهاء أعمال العنف. الممثلون للمتظاهرين يتحدثون من منظمات غير حكومية ومن المجتمع المدني، وقد رحب أغلبهم بفكرة الاقتراع الشعبي.